بعد ما تنظيمات داعش هددنا بأنه راح نقتلكم أو تصيروا إسلام، خرجنا من سكينية عالجبل مشي. عشرة مراسلين قالوا كلمتهم، أنتم أيضاً سارعوا وشاركونا حملتنا من خلال مشاركة فيديوهاتكم مع استخدام هاشتاغ غير باقية ولن تتمدد وإضافة حساب تلفزيون الآن @الآن تي في. سيربح الفائز جائزة مالية قيمتها 5000 درهم إماراتي. تلفزيون الآن، معاً ضد التطرف.